والازمات مخضوضه ليه بقى؟ ده انا مخضوضه، ده هيغمن عليا. عارف مش اولا انا معجبين حضرتك جدا، الله يعني بموت فيك وبموت في العاشره وبتابعكوا دايما وانت شخصيا ليك يعني بصراحه، من لما دايما بيقولوا لي نفسك تتكلمي زي مين او تثيري قضايا او ازاي تناقشي، بقول لهم وائل ابراشي. الله يخليك، ده انا بعتز بشهادتك. انا بعتبر النهارده دي خطوه في مسيرتي وفي حياتي ان انا مع حضرتك، وان شاء الله يبقى فيه خطوات للامام دايما. لا كفايه كده، انا ممكن اقعد في البيت بعد الحلقه دي مش هعمل حاجه.